السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نتحدث عن السيري أكتيف بروتين اللي هو CRB. برضو نفس الطريقة لللاب الماضي اللي هو عندنا RF Slide Agglutination Test. طيب إيش هو CRB؟ CRB هو عبارة عن بروتين اسمه C-Reactive Protein، هو نوع مميز أو نوع خاص من البروتين produced by the liver in response to inflammatory cytokines. تمام؟ هلا الليفر استجابة لوجود ال inflammatory cytokines اللي هو عنا مثل ال interleukin 6 بتحفز لإنتاج بروتين معين اللي هو عنا ال C-reactive protein. تمام؟ هلا ال C-reactive protein بحد ذاته يصنف as acute phase reactant. شو يعني acute phase reactant؟ يعني it is levels will raise within a few hours after tissue injury. يعني سريع بيرتفع مباشرة في ساعات قليلة من حدوث tissue injury أو من start of the infection or other causes of inflammation. تمام؟ إذا خلينا نرجع نلخص هذا الباراجراف. هيومن اوكي صار عنده انجري، تيشو انجري، صار عنده انفكشن، صار عنده نوع معين من الانفلاميشن. استجابة له الجسم رح ينتج انترلوكين 6، رح تكون عندنا انفلاماتوري سايتوكاينز. هلا لوجود الانفلاماتوري سايتوكاينز الليفر رح يعمل ريسبونس ويعمل على إنتاج ال CRB. تمام؟ يعني إذا ال CRB هذا البروتين مستوى ارتفع في الدم، بعرف إنه عندي احتمال يكون عندي tissue injury، احتمال يكون في عندي infection، احتمال يكون في عندي inflammation. طيب هلأ ال CRB elevated levels are found in conditions such as، إيش هم الحالات اللي ممكن يرتفع فيها مستوى CRB؟ إذا كان في عنا infections سواء سببه viral or bacterial infections، after surgery أي عملية جراحية ممكن نعملها رح يرتفع مباشرة CRB، tissue trauma ل an injury، rheumatic fever، أشخاص صارت عندهم rheumatic fever بيرتفع عندهم CRB، ممكن في حالات malignant diseases tuberculosis after heart attack also ممكن يصير في عنا elevation لل CRB. طيب هلا طيب اذا هو يعني بيرتفع بحالات كتير، نحن ليش بنعمله؟ why CRP test is done to determine if a person has problem linked to acute infection or inflammation. تمام؟ حتى نحدد هذا الشخص هل عنده اي بروبلم بخصوص الانفلاميشن او انفكشن، فبنقدر خلينا نحكي نحدد او نحصر خياراتنا بخصوص هذا البيشنت. هلا CRB test is not diagnostic for any condition. تمام؟ اذا هو مش فحص تشخيصي لاي حاله من الاحوال، لاي حاله مرضيه. تمام؟ but it can be used together with signs and symptoms and other tests to evaluate an individual for an acute or chronic inflammatory conditions. تمام؟ إذا هو مش فحص تشخيصي لأي حالة مرضية، لكن الفيزيشن بيجمعه مع الساين والسيبتومز وبيعمل other test حتى انه يحدد بهل انه يوجد عنده acute or chronic inflammatory conditions. في حالات مثل to determine if there is infection after surgery. طيب هو already حكينا CRB بيرتفع after surgery، اي عملية جراحية رح يرتفع بعدها CRB، لكن نحن بنقدر برضو نستخدمه حتى نعرف هل في عنا انفكشن بعد العملية or not. كيف؟ هسا حكينا CRB levels normally increases within 4 to 6 hours following surgery.
but then return to normal by the third day. عملنا العملية بعد 4 ل 6 ساعات رح يرتفع عند المريض ال CRP ورح يرجع ينزل ويوصل للوضع الطبيعي باليوم الثالث بعد العملية. طيب if CRP levels are elevated 3 days after surgery it means there is an infection. مش نحن بنعرف انه بيرجع الوضع الطبيعي بعد او بثالث يوم من العملية، اذا عملناه وضل لسه مرتفع نعرف انه المريض صار عنده infection بعد العملية وليس ارتفاع CRP من العملية بحد ذاتها. وصلت؟ ان شاء الله. هلأ النقطة الثانية to keep track of an infection or disease that can cause inflammation حتى نكون على استعداد وتنبؤ بانه ممكن يصير في عنا اي inflammation او اي disease. خلينا نشوف inflammatory bowel disease بنسميه IBD او الليمفوما هو عبارة عن cancer of the lymph node، ممكن immune system diseases مثل lupus ال SLE، ممكن بحالة الروماتويد أرثرايتس استولايتس، ممكن في هاي الحالات نحنا نقدر نتنبأ ونشخص الحالة إن ممكن يصير في عنا هيك conditions بسبب ارتفاع CRP. To monitor treatment of disease such as cancer or infection. والاستخدام الثالث برضه ممكن نستخدمه حتى نتنبأ للعلاج، أي مرض هل العلاج ناجح or not. Not only do CRP level go up quickly if you have an infection but they also return to normal quickly if you are responding to the treatment. تمام، هو ال CRP مميزته انه مش بس بيرتفع بسرعة بعد الانفكشن او الانفلاميشن، برضو اذا تم العلاج هذا الانفكشن او الانفلاميشن بسرعة بينزل لوضعه الطبيعي، لهيك بنقدر نستخدمه حتى نكشف هل العلاج مناسب او لا. خلينا نيجي لل principle of this test. CRP test principle بيعتمد على latex agglutination method مثل اللاب الماضي ال RF اللي أخذناه، بيعتمد على latex agglutination method introduced by Singer et al. هذا الشخص والعالم اللي أدخل لنا أو اللي ابتكر فحص ال CRP في 1957. The principle of this test is based on the immunological reaction between CRP as an antigen. إذا مختبرنا اليوم عنا ال CRP هو عبارة عن بروتين، إذا هو اللي رح نعتبره antigen، تفاعله مع الانتيبادي coated on the surface of biological inert latex particle. تمام، اذا هالمره اللاتكس بارتكل رح يكون عليه الانتيبادي والسيرم رح يكون فيه السي ار بي اللي هو عندنا بروتين، انتيجين انتيبادي رياكشن رح يعمل لنا فيزيبل اكلوتينيشن ونقدر نشوف الريزلت هل هي بوزيتيف اور نيجاتيف. تمام، اذا عندنا هاي اللاتكس بارتكل كوتد وذ انتيبادي، انتيبادي هي مصنعه اجينست سي ار بي، والسيرم احتمال يكون فيه سي ار بي اور نوت، اذا كان موجود فيه سي ار بي راح يصير في عندنا انتيبادي انتيجين انتراكشن يعمل لنا فيزيبل اجلوتينيشن، ما كان موجود في عندنا بالسيرم السي ار بي ما راح يصير في عندنا الاجلوتينيشن ولا راح نشوفه. طبعا بالنسبه للسبيسمن نفس الشيء، قلنا العينه اللي بنستخدمها في الاميونولوجي هي عينه سيرم نسحبها في كلين دراي ستيريل بلين تيوب مثل ما حكينا لكم المره الماضيه، بخليها كلوت، بعمل سيبريتنج او سنتريفيوجيشن وبحصل على السيرم. تمام، السيرم مفروض ما يكون هيمولايزد ولا ليبيميك ولا يكون برضه بكتيريا كونتامينيتد سبيسمن، مفروض نشتغل ايميديتلي بفريش سيرم. ما قدرنا ممكن نعملها ستورج فور 2 دايز
in refrigerator from 2 to 8 Celsius. إذا بدنا نعملها delaying أكثر من 2 days ممكن أعملها freeze the serum at minus 20 or below. طيب في عنا كت السي ار بي ايش مكوناته؟ فيه 3 بوتلز نفس الشيء. في عنا سي ار بي لاتكس ريجنت بيحتوي على بوليسترين لاتكس بارتيكل كوتد وذ انتي هيومن سي ار بي. في عنا البوزيتيف كنترول. البوزيتيف كنترول محضر لنا على اساس انه يكون فيه نسبة عالية من السي ار بي ويعطينا بوزيتيف ريزلت. بالمناسبة هون السنسيتيفيتي اللي عندنا الكونسنتريشن للسي ار بي يلي بقيسه هذا الفحص هو عبارة عن 6 ملي جرام بير لتر اور مور في البوزيتيف كنترول. اما النيجاتيف كنترول رح يكون عندنا لو ليفل اوف سي ار بي which mean less than 6 ملي جرام بير لتر. طيب نيجي نحكي عن البروسيجر. بالنسبة للبروسيجر مثل ما اتفقنا في عنا جزئين، أول شيء الكواليتاتيف تيست أو بنسميه سكرينينج، والجزء الثاني اللي هو عنا السيمي كوانتيتيف. بالنسبة للكواليتاتيف تيست ما رح أرجع أكرر الخطوات لأنه بالضبط نفس خطوات أو نفس البروسيجر اللي شرحناه واللي شفتوه بعينكم في مختبر الـ RF. نفس الشيء بالضبط وكيف ناخذ الريزلت the same. هون في عنا شكل الكارد، صار في عنا هون agglutination فبنقول عنها positive CRP positive. هون طلعوا ضل homogeneous ما صار في عنا اي clotting اي agglutination ف CRP negative نعتبره. اوكي طبعا بيقولوا لنا هون البوزيتيف كنترول لازم يعطينا بوزيتيف ريزلت، النيجاتيف كنترول لازم يعطينا نيجاتيف ريزلت، غير هيك بعمل ديسكارد لل الكيت وبستخدم كيت اخر يكون في عنده البوزيتيف ريزلت والنيجاتيف ريزلت بيعطونا ترو ريزلتس. طيب الجزء الثاني السيمي كوانتيتيف ريزلت برضه ان ذا سيم ستيبس بالضبط نفس الشيء. هون حاطين جدول حتى يبين لكم الخطوات للديليوشن، وفي النهاية حكينا لكم 6 السنسيتيفيتي، فبالتالي اي ديليوشن بيطلع لنا بدنا نطلع التايتر بنضرب الديليوشن فاكتور اللي هو عندنا مقلوب الديليوشن للاند بوينت. طبعا حكينا الاند بوينت هي اخر سيركل او اخر تفاعل بيطلع لنا فيزيبل اجلوتينيشن، بعتبره هو الاند بوينت. باخذ الديليوشن تبعه بقلبه بحصل على ال خلينا نحكي التايتر، وفي النهايه بدي احسب الكونسنتريشن ان ميلي جرام بير لتر اوف سي ار بي، بضرب التايتر ب 6 فبيطلع عنا الكونسنتريشن اوف سي ار بي. تمام ما بدنا التكرار، الستبس نفسهم بالضبط. طيب انتربنتريشن للريزلت نفس الشيء، حكينا كيف بدنا نحسب السي ار بي ان ميلي جرام بير لتر، نضرب السنسيتيفيتي بالسي ار بي تايتر اللي طلع معنا. الريفرنس فاليو حكينا البوزيتيف مور ذان اور ايكوال 6 ميلي جرام بير لتر، وايل نيجاتيف ليس ذان 6 ميلي جرام بير لتر. طيب ايش الليميتيشنز لهذا التست؟ بالنسبة للليميتيشنز بيحكي لنا that the strength of agglutination is not indicative the concentration of CRP. تمام؟ يعني إذا عملنا الagglutination وطلع عندنا strong agglutination، طلع عندنا clumping كتير واضحين، هذا لا يعني إنه level of CRP عالي. تمام؟ ونفس الشيء إذا طلع عندنا weak agglutination لا يعني إنه concentration of CRP قليل. تمام؟ هاي اول ليميتيشن. تاني ليميتيشن يعني هون اول ليميتيشن ما بنقدر نتنبأ بالكونسنتريشن اوف سي ار بي بس من الاجلوتينيشن من السكرينينج. هاي سي ار بي كونسنتريشن سامبل مي جيف نيجاتيف ريزلت. في عنا ظاهرة بنسميها البوست زور افكت. هلا خليني احكي لكم شغله.
اي تفاعل بيحدث في خلينا نحكي الاميونولوجي، وش هو عباره عن انتيجين انتي بادي رياكشن. في عندنا كيرف، راح انزلكم صورته ان شاء الله. في عندنا كيرف، اول جزء من هذا الكيرف راح يكون في عندنا بنسميه البريزون. هذا البريزون بيكون عندنا خلينا نحكي الكونسنتريشن قليل مثلا سي ار بي، فبالتالي بيعطينا نيجاتيف ريزلت. متى نحن التست بيعطينا بوزيتيف ريزلت اللي هو بنحدد الاند بوينت؟ لما يكون في عندنا اكويفالنس زون اللي هو بيجي في البدايه، بيوصل عندنا الكونسنتريشن للقمه، وبالتالي بيكون في عندنا تعادل بتوين الكونسنتريشن للانتيجين ان انتي بادي، بيعطينا هون بوزيتيف ريزلت. طيب اذا ضل عندنا صار عندنا الكونسنتريشن ل السي ار بي ضل عندنا عالي، ممكن يعطينا بوز زون افكت، بصير عندنا الانتيجين اكثر من الانتي بادي، وبالتالي بيعطينا بوزيتيف ريزلت. تمام، سوري نيجاتيف ريزلت، فبنسميها بوز زون افكت. اذا في هذا التيست لازم نعمل تشيك اون نيجاتيف سيرا باي ري تيستينج باي ديليوشن، ارجع اعمل له ديليوشن ممكن يجي يعطيني بوزيتيف. Reaction times longer than specified may produce apparent false reactions due to drying effect. هلا وانا بعمل اذا لاحظتوا المدة اللي بعمل فيها rotation اشوف فيها الريزلت اللي هي just 2 minutes، تمام؟ اذا ضليتني اشوف او شفت جيت اشوف الريزلت بعد ال 2 مينت ممكن يعطينا فولس بوزيتيف ريزلت، يكون في عندنا صار الريجنت او السوليوشن صار فيه شويه جفاف، صار في عندنا شويه دراينج، فبيبين لنا مثل انه فيه كلامبينج او اجلوتينيشن، بيعطينا فولس بوزيتيف ريزلت. اوكي، سترونجلي ليبيميك اور كونتامينيتد سيرا كان كوز فولس بوزيتيف ريزلت. برضه لهيك اللي بمكسامبل نحنا بنرفضها. هيك بنكون خلصنا مختبر اليوم. Good luck.